يا ماجد هنا. لا يا عم عادل. ايوه مالك يا عم عادل دي؟ عايزك تكتر منها. بقول لك ايه، خد 5 جنيه ايه؟ تروح تجيب لي باكو معسل. ال5 جنيه ضاعت، حياتك ضاعت يا ماجد. مش ينفع يا عم عادل، اصل انا هتاخر على الدرس. هي الكتب ايه؟ والله عندي درس. يعني انت تتأخر على الدرس ولا انا اتأخر على كيفي؟ خلاص يا عم مجدي، مفيش ولا اوعى عندك يا مجدي، مفيش ولا كتب ولا درس ولا كيف. حلوه النهايه السعيده دي؟ خلاص يا عم عادل، روح اجيب لك، بس اديني الكتب. تسلمني المعسل اسلمك الكتب؟ لا سلمني الكتب الاول. ماشي هسلمك يا مجدي، خد الكتب وخد هذا المعسل. حمامه. خلاص يا محمد ان شاء الله خير يا حبيبي، ما تعيطش. يا محمد ليه البكا يا محمد؟ بعد ليه محمد؟ كنت تعبان قوي، الدكتور مش عايز يجي يشوفك غير لما ياخد 300 جنيه عشان ده كشف منزلي، وكمان مش هيجي لما يخلص العياده. يعني ايه يجي يخلص العياده؟ في احلام. ده احنا حتى لو وديناها مستشفى الممرضات هيحلبونا، انت عارف دي 5 ودي 10، هنجيب منين؟ إيه؟ 300 جنيه؟ ليه؟ دكتور لوحده في الدنيا؟ ايه الجبروت ده؟ طب وانتوا معاكوا كام من المبلغ؟ امي ما رضيتش تدينا غير 100 جنيه، خايفة فلوس المعاه تخلص ومليش ناكل. طب وهي عارفة ان الدكتور ده عايز 600 جنيه؟ لا ما تعرفش، انا جاي عشان اقول لها. لا ما تقوليها يا محمد، احنا هنصبي عليها كلنا، ماشي؟ طب نخلص لكم الحوار ده كله ب 50 جنيه كوباية قصب. ده انت تبقى عملت معانا احلى واجب، بس انت تعرف دكتور ب 50 جنيه؟ هو ب 300 جنيه. الدكتور ابو 300 جنيه خليته ب 50 جنيه؟ اه. طب ينفع تجيب لي خصم على تلفزيون اتش دي هاي ديفينيشن ثلاثي الابعاد؟ محتاج السنة؟ انت جاي تجهز نفسك عليها وامه تعبانه؟ طب يلا نروح المستشفى. فين مكان الدكتور ده؟ شارع الوحده. شارع الوحده؟ ده انا هنوحطه. ايه تعمل بس؟ خد يا حوده. تعال. تعال شمروه. تعال. انت جيت ليه؟ انت مش ناديت؟ اه معاك حاجة؟ لا معيش حاجة. امال جيت ليه؟ مش ناديت؟ انا ناديت اه. طب بقول لك ايه؟ في مصلحة كده هنقضيها لحد شارع الوحدة وليك 20 جنيه طول العمر. 20 جنيه اه يا عم الشمروخ، دول ما يجيبوش ده من الرقم 25. طب ترد عليا؟ خلاص معلش. هروح شارع الوحدة. خلاص يا عم. يلا يا علاء، يلا يا محمد. يلا يا جدعان.